لمعرفة التطورات في الضفة الغربية. انضموا إلينا عبر الإنترنت من الخليل الصحفي أحمد حليقة. أحمد، مزيد من التصعيد في الضفة الغربية حيث استشهد في فلسطيني في مخيم نور شمس، ما يرفع عدد الشهداء منذ الأمس إلى 6 شهداء. ما هي التفاصيل وكيفية تطور الأوضاع في الضفة الغربية حتى اللحظة؟ حقيقة التطورات متتالية ومتصاعدة بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة. شاهدنا بالفعل هناك يعني تطورات في الأوضاع من جنين حتى الخليل في معظم مناطق الضفة الغربية. اليوم الحدث الأكبر كان ولا زال طبعا مستمر في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية، حيث أن جيش الاحتلال لا زال بأعداد كبيرة يقتحم المخيم ويقوم بالتحقيق ميدانيا مع المئات من المواطنين من سكان هذا المخيم، بالإضافة إلى ارتقاء شهيد حسب وزارة الصحة الفلسطينية برصاص جيش الاحتلال. وتحدثت الوزارة عن أن جيش الاحتلال قام بتكبيل هذا الشهيد من الأرجل وسحبه في المخيم كنوع من التنكيل. طبعا أريد أن أشير أيضا بأن عدد من المنازل تم تفجيرها أيضا في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية، وهناك عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين. كما أن نادي الأسير الفلسطيني تحدث عن أن ما يحصل في مخيم طول كرم هو الأسوأ منذ انتفاضة الأقصى الثانية، وهذا يدل على شيء يدل على حجم الدمار الذي يمر وحجم الاعتقالات والقتل التي يعني يشنها جيش الاحتلال على المخيم. أريد أن أشير بأن عدد الشهداء وصل إلى 8 شهداء منذ الأمس، كان 5 منهم في مخيم بلاطة بنابلس، والباقين هم من مخيم نور شمس ومخيم يعني طول كرم في شمال الضفة الغربية. الأحداث أيضا كانت متوالية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. جيش الاحتلال بأعداد كبيرة اقتحم مخيم الأمعري وقام بإطلاق الرصاص الحي تجاه شبان الفلسطينيين واندلعت مواجهات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 5 شبان فلسطينيين تم نقلهم لتلقي العلاج. الوضع لم يختلف في جنوب الضفة الغربية، تحديدا في مدينة الخليل حيث سجلت 12 حالة اعتقال في مخيم العروب الذي اقتحمه جيش الاحتلال أيضا بأعداد كبيرة، ليكون من ضمن 60 معتقل أعلن عنه نادي الأسير الفلسطيني في عموم الضفة الغربية. جيش الاحتلال اقتحم المنازل في العروب وقام بتحطيم محتوياتها واعتقل عدد من الأسرى المحررين، بالإضافة إلى التنكيل بأسرى أصيبوا خلال الفترات السابقة بعد السابع من أكتوبر. أيضا جيش الاحتلال اقتحم بأعداد كبيرة بلدة إذن غرب الخليل وقام باعتقال والدة أحد منفذي عملية دورة التي كانت قبل نحو 4 أيام ولم تعرف عنها أي معلومات حتى هذه اللحظة. بلدة بني نعيم أيضا إلى الشرق من مدينة الخليل شهدت اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق للشوارع بشكل عام ومنعت حركة المرور فيها، بالإضافة إلى اقتحام منازل منفذي عملية الداخل المحتل قبل يومين، وهناك طبعا تم تسليمهم إخطارات بهدم هذه المنازل في إطار طبعا العقاب الجماعي الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. أريد أن أشير حياتي إلى نقطة مهمة، وهي أن جيش الاحتلال منذ نحو 2 أسبوع يفرض حصارا كبيرا على مدينة الخليل ومحافظة الخليل بشكل عام. نحن نتحدث عن إغلاق البوابات الرئيسية للمخيمات وقطع الطرق ما بين المدينة والبلدات والقرى والمخيمات، وهذا طبعا يعيق حركة المواطنين بشكل كبير، لا سيما ونحن نتحدث عن كبرى محافظات الضفة الغربية وهي مدينة تجارية اقتصادية بالدرجة الأولى، وهذا طبعا أدى إلى تراجع الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ. ما هو ملاحظ في مجمل مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أن عملية التصعيد يعني كانت ملحوظة وأن عدد الشهداء في تصاعد، إذ أنه خلال نحو 72 ساعة سجل أكثر من 12 شهيدا، جزء منهم من مدينة الخليل والباقين من شمال الضفة الغربية. نعم أحمد، وأنت تتحدث ما زالت هناك أخبار تارد متعلقة بتطورات الأوضاع في الضفة الغربية، ويبدو أن هناك تطور متعلق بمنع الاحتلال من أو منع الأهالي من قبل الاحتلال من انتشال واحدة من الجثامين. الآن هذا الخبر عبر الهلال الأحمر الفلسطيني يقول أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم من انتشار جثمان شهيد داخل مخيم طول كرم.
هذا التطور بالإضافة إلى التطورات الأخرى الكثير التي تحدثت بشأنها، هل الأوضاع في الضفة الغربية تتجه إلى مزيد من التصعيد، ويعني أم أن هناك يعني ما يشي بأن الأمور قد تهدأ في الأيام المقبلة، وخاصة أن العدوان على القطاع مستمر لأربعة أيام بعد المئة، ويعني هناك تساؤل إلى أي مدى قد تظل الضفة الغربية في هذه الحالة ولا تتجه إلى مزيد من الانفجار؟ هو على الإطلاق لا شيء يشي حقيقة بأن الأمور تتجه نحو الهدوء في مناطق الضفة الغربية، على العكس تماما. يعني نحن لاحظنا منذ بداية هذا الشهر أن الأمور تتجه نحو التصعيد أكثر، جيش الاحتلال يشن حملات تفتيش، حملات مداهمة، حملات اعتقال موسعة، كما ذكرت قبل قليل هناك منع في مخيم طول كرم على وجه التحديد، منع للطواقم الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين، على الرغم من أن هناك نداءات تخرج من داخل المخيم يعني بأن هناك جرحى ملقون على الأرض ولا أحد يستطيع الوصول إليهم بسبب كثافة النيران التي تطلق من جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا أريد أن أشير بأن حتى الطواقم الطبية التي تتبع للهلال الأحمر والتي تحاول جاهدة يعني خلال هذا الاقتحام من الدخول إلى عمق المخيم ونقل المصابين يتم استهدافهم. اليوم سجل هناك 3 اعتقالات بين صفوف هؤلاء الطواقم الطبية، وتم نقلهم والتعامل معهم كباقي المواطنين، وتم نقلهم إلى مراكز التحقيق. هذا يدل على شيء، يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي فقد صوابه. ما يحصل في قطاع غزة يتكرر هنا في الضفة الغربية، وهذا المشهد للعلم يعني حياة لا يتكرر فقط في مخيم طول كرم إنما في باقي المخيمات. نحن نتحدث عن دمار كبير يحدثه جيش الاحتلال في البنية التحتية، هناك تجريف مستمر منذ نحو أسبوعين في باقي المخيمات ولا سيما في شمال الضفة الغربية. الاحتلال يدمر البنية التحتية بشكل كامل لمنع وصول أو للقضاء على المقاومة الفلسطينية التي باتت تتنامى بشكل أكبر، وخصوصا خلال الأشهر الماضية. وهناك أيضا يعني ما يحصل في غزة بكل تأكيد يلقي بظلاله على الضفة الغربية بشكل عام، ونحن نشهد مسيرات تخرج، مواجهات تحدث، عمليات تنفذ من قبل مقاومين فلسطينيين، وهذا ما يزعج الاحتلال بشكل كبير. لذلك نشهد بأن عدد من الوحدات أو وحدة الدفدوفان على الأقل التي عادت من غزة تم نشرها هنا في الضفة الغربية للسيطرة على الموضوع وللسيطرة على الأوضاع أكثر في الضفة، التي وصلت تقارير إلى نتنياهو بأن الأمور تتجه نحو التصعيد والانفجار في الضفة الغربية، وهذا ما شاهدناه خلال اليومين السابقين. أريد أن أشير أيضا بأن جيش الاحتلال ينشر المزيد من الجنود في مناطق التماس على الشوارع الالتفافية بالقرب من مداخل المدن والبلدات، ويعيق حركة المواطنين بشكل كبير. تم نصب العديد من الحواجز العسكرية الطيارة، وتم وضع إغلاق بعض الطرق بالسواتر الترابية بالإضافة إلى البوابات الحديدية التي ينشرها في كل مكان، وهذه وضعها خلال الفترات السابقة لم تكن موجودة من قبل، وهذه تمنح حركة المواطنين بشكل كامل. هو يحاول عمليا السيطرة على الوضع في جنوب الضفة الغربية كما هو الوضع في شمالها. لذلك الأمور حقيقة لا تبشر بأن هناك هدوء سيكون خلال الفترات السابقة، وبكل الأحوال يعني كلما اشتعلت الأمور في غزة واستمر الوضع على ما هو عليه من عدوان على قطاع غزة بكل تأكيد هناك ردة فعل تكون في الضفة الغربية. حياة، نعم، شكرا جزيلا الصحفي أحمد حلاقة، كنت معنا عبر الإنترنت من الخليل، لك جزيل الشكر.